في جولة فنية نتعرف منها على آخر أخبار الفن. هنبدأ من النجمة شيرين عبد الوهاب اللي نفت إصابتها بفيروس كورونا أو ظهور أي أعراض عليها بعد الإشاعات اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا، وأكدت شيرين إنها بصحة جيدة ومفيش أي أعراض ولا قامت بعمل مسحة، وإن دي كانت مجرد إشاعات سخيفة هي ما تعرفش مصدرها حتى الآن. الغريبة كمان إن اللي طلع الإشاعات دي قال إن هي راحت عملت المسحة الأولى وطلعت إيجابية، وبعد كده راحت عملت مسحة تانية وطلعت سلبية، وفي حالة من القلق في البيت عندها، وكمان رايحة تعمل مسحة تالتة عشان تتأكد من نتيجة المسحتين. الفنان إدوارد بيشارك في فيلم خلي بالك من اللي جاي كضيف شرف، وأكد إدوارد إنه هيقدم في الفيلم مشهدين، كمان هيشارك بأغنية. الفيلم بطولة النجوم رانيا يوسف ومجدي كامل وسارة سلامة، ومقرر طرحه بعد انتهاء أزمة كورونا. كمان من أخبارنا الفنية، الفنانة حنان مطاوع بتستعد لتصوير حكاية أمل حياتي، وهي واحدة من حكايات مسلسل إلا أنا، واللي اتعرض منه حكايتين قبل شهر رمضان، ودي هتكون الحكاية التالتة. كمان هتستأنف حنان الفترة اللي جاية تصوير دورها في مسلسل القاهرة كابل. بالنسبة لهذه القصص، هي مجموعة من القصص بتقوم بها الفنانة حنان مطاوع، عبارة عن مسلسل اتحكى منه قصتين أو اتعرض منه قصتين. القصة بتكون في 10 حلقات، هو المسلسل كله حوالي 60 حلقة، في 6 قصص مختلفة بتناقش قضايا مجتمعية مختلفة، سواء الصمت الزوجي أو العنف ضد المرأة أو نظرة المجتمع للمرأة المطلقة وغيرها الحقيقة من القصص بتعرض في هذه الحلقات. الفنان كريم الحسيني بيقدم المسلسل الإذاعي كوكب زحل بعد ما استغل فترة الحظر المنزلي بسبب كورونا، واستأنف تسجيل المسلسل اللي وقف من سنة تقريبا، وقام باستئنافه من خلال برنامج زوم اللي استخدمه فيه بروفات العمل وتدريب الممثلين. الحقيقة أن المسلسل ده هو بيجسد فيه شخصية مدرس بيرفض المحسوبية وبيرفض التصرفات السلبية من بعض الموظفين وبعض الناس الموجودين في المجتمع، فبيقرر ياخد الناس اللي شبهه ويطلع على كوكب زحل عشان يعيش حياته بقى بعيد عن كوكب الأرض. الفنان حسني شتا أكد سعادته بالمشاركة في مسلسل شديد الخطورة اللي هيتعرض الأيام اللي جاية على المنصات الرقمية، وقال إنه بيقدم دور مختلف عن الأدوار اللي قدمها قبل كده، وإنه سعيد بمشاركته مع مخرج متميز زي المخرج حسام علي، لأنه دايما بيسعى للعمل مع مخرجين متميزين. الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز قالت إن الفنان الراحل رشدي أباظة من أكتر الفنانين اللي عملوا فيها مقالب، لأنه كان خفيف الظل وروحه حلوة، ورغم أنه كان بيملى غرفتها بالورد، لكن أثناء تصوير من حواء عمل فيها مقلب مع المخرج فطين عبد الوهاب خلال تصوير مشهد تطفيش العريس الشهير في الفيلم. أما المطرب هيثم نبيل فبيستعد لطرح أول أغاني ألبومه الجديد، والأغنية اللي انتهى منها بعنوان كانت غلطة، وهي من ألحان وكلمات سارة سعيد وتوزيع حسين النجار، ومقرر طرحها الشهر اللي جاي على يوتيوب. بس نكملين مع حضراتكم أخبارنا الفنية، وهنروح دلوقتي لخبر للفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، اللي أكد أن بيت المسرح بدأ أول حلقات مبادرة اضحك فكر اعرف على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب ضمن مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، وأكد أن المبادرة دي قدمها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة، وهتقدم 10 مسرحيات جديدة. السيناريست هاني سرحان أكد سعادته الشديدة بنجاح مسلسل الفتوة اللي قام ببطولته الفنان ياسر جلال في موسم رمضان، وقال إنه عرض الفكرة على البطل والمخرج أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف، وبعد ما وافقوا عليها بدأ في الكتابة اللي استمرت لحوالي 10 شهور. أما المطرب وائل كفوري فهيكون على معاد مع جمهوره يوم الخميس اللي جاي 11 يونيو في حفلة أونلاين هيعملها بدون جمهور، وهتتعرض الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.